تعتبر ان كاس افريقيا في المربع هي النقطه السوداء الوحيده في مسيرتك انك ما شاركتش فيها وقتها وقع اقصائك بطريقه فيها برشا نقاط استفهام؟ صحيح هذول لي كوب دافريك في تونس وتكمل للي مير بيتور في الشامبيون نتاعك ومن بعد تصير معناها الاستغناء ولا ما تكونش في الليسته نتاع الكوب دافريك هذيك. انا بيدي ما فهمتهاش معناها قلت لهم مانيش فاهمها فهمت خاطر معناها كي تشوف فما شكون اللي كان في الكوب دافريك هذيك مش خير من علي زيتوني. شكون؟ ما نقولوش الاسامي مش لازم باش نصدق انا باهي كامل اللي ما نقولوش الاسامي خاطر تعديت على روحها تو الحكايه هذيك فهمتي بالنسبه لي نسيتها من بعد ظهرت اللي بالحق معناها خاطر علاش؟ خاطر في الكوب دافريك هذيك 2004 لعبنا كوب دافريك ومن بعدها في جوان لعبنا جوز اولمبيك، جوز اولمبيك لعبنا ثلاثة ماتشات مركز زبونتويت في جوز اولمبيك اثينا. اي وبعد الكوب دافريك هذيك وقتها نحن مترشحين عندنا الكاليفيكاسيون جوز اولمبيك تونس، السنغال، مصر، نيجيريا. ونترشحوا نحن. الماتش الاخراني فما برشا عباد تعرفوا ماتش تونس ونيجيريا في والبونتو الشهير البونتو والبيلانتي البيلانتي جاب عليه سيرتو البونتو ما يتنساش فهمتني هذيك اللي رشحنا رشحنا للجوز اولمبيك وبالمناسبه هذيا نقدم تحيه كبيره برشا الراجل اونترونور نحبه برشا ونقدر برشا ونعزو برشا اللي هو شيخ ميست العبيدي هذاك بالنسبه لي انا عبد اخر هذاك اونتونير واحد اخر هذاك اكثر من اونتونير بالنسبه لنا نحن في الوقت هذاك اي علي ارجع لي 2004 تعتبرها شوية تكنيك والا بفعل فاعل خاطر اسمك ليله الليستا كان في موجود معنا والله يا شوف باش نعطيك حاجه في الكوب دافريكا هذيك كما قلت لك خاطر فما برشا ما نحكيش باش تعرف اللي انت في الكوب دافريكا هذيك صحيح فما جزيري فما سانتوس فما مهذبي فما جديدي فهمتني نحكيو على قلوب الهجوم اللي هما سانتوس وقتها ناجح ابراهيم تعتبر مثلا ناجح ابراهيم كان افضل من علي الزيتوني اللي كان وقتها في معناتها في تومبكو مثلا ناجح ابراهيم معناتها انت تو قلت تعتبر ناجح ابراهيم افضل من علي الزيتوني هكا ولا ايه؟ نسولك ليك انت انت انا نسال ايه نسولك ليك انت ناجح ابراهيم انا في رايي لا تحقيق فوالا معناها انت هيك قلت انا ما نحبش شو باش نعطيك حاجه انا ما نحبش تو نقارن روحي بواحد زميل وصاحب اللي كنا مع بعضنا في ليكيب ناسيونال معناها فهمتني تخلي ديما العبيد هما اللي يحكموا ما بين شنو يمكن فما حاجات في ناجح ابراهيم مش في علي زيتون ما فما شيء على الاقل قلنا شنو صار علي والله شوف شنو هذيك حاجه انا بيدي راني مانيش بون حتى انا بالرسمي راه باش نكون معك باش نكون معك داكورد وقت في الكوب دافريك هذيك فما جوارات فما يسمى تاع جوارات سانتوس مازال كي وقتها جنس نيلو مش يحضر كوب دافريكا هذيك الجزيري وقتها في فورما هذوما معناها وقتها اللي نتذكروا وقتها معناها كانت وقتها حكيت سانتوس والجزيري باش يلعبوا شو تكنيك فهمتني شو تكنيك بون ما ما كي تجي تشوف هو راهو تنجم تقول مثلا انا وياك فرد بوست هكا ولا مي انا وياك نلعبوا البروفيل نتاعنا كيف كيف مثلا انت تلعب دودو وانا زاد كيفك وقتها تنجم تاخو يا تختار اسلام ولا علي فهمتني اما كي تجي تشوف تو انت في الليكيب ناسيونال هذيك في الزاتاكون اللي موجودين غادي كل واحد عنده البروفيل نتاعو علي زيتون مش كيما جزيري مش كيما سانتوس مش كيما نجح برا فهمتني قالت الحكايه شو باش نعطيك حاجه وقت شكون فما سانتوس والجزيره هذوك ما يتمسوش قعدت بعد شنو الثلاثه الاخرين هكا ولا لا الثلاثة الأخرين أنا لا مش ثلاثة عماد المهذبي مثلا ما كنتش نفس البوست أنت وياه أنت وناجح أنا وناجح قعدت ما بين أنا وناجح ووقتها جديدي محمد جديد كيف يلعب على جناب جديد يلعب على جناب معناها كي لا تكون معناها كي تجي تشوف وقتها يمكن البروفيل نتاع علي الزيتوني وناجح براهم كيف يمكن اختار لو ميل كان يميل شوية زمقرية نقولوا تي كان يميل باش نعطيك حاجة شو تحب ولا تكره أنا وقتها في البريود هذيك نتاع لومير ما كانش ما فماش كورونا ما بيني أنا وياه ما نحكي معناها ما تعداش كورونا علاش؟ معناها من هالولاني ما تعداش معناها يمكن حاجات يمكن وقتها وصلوا له اللي أنا مانيش ديسبليني ولا وصلوا له اللي أنا بيا وعليا من هالولاني
من بعد ماتش بعد لعبنا نحن لعبنا شنو وقت جاء وقت جاء دوميتروا هو جاء دوميتروا هو جاء بعد ماتش بورتغال لاميكا بعد ماتش بورتغال ورا بعد ماتش بورتغال سمحني شوف اللي انت ماركيت فيه وقت اللي انا ماركيت فيه وبعد لعبنا ماتش مصر تعادلنا 0-0 سمحني باش نعطيك حاجه انت اليوم اونتونور مازلت ما تعرف حتى شيء على الكره التونسيه في الوقت هذاك فهمتني وتجي تقول ما نعرفش تقول مثلا جي انا ما تحملنيش ولا جي انت ما 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 قالش هكا ما تحس وكيك شوف باش نعطيك حاجه لو نحن وقتها في البيريود هذيك ماني صغار نعرفوا شكون لونتونور اللي من نهار الاولاني يجي معمر عليك نعرفوا لونتونور اللي من نهار الاولاني ما عارف حتى شيء وما في باله حتى شيء يقول لك انا نحب نشوف الجروب هذا مش حاب نشوف الجوارات وانا نحكم بوحدي اما فما اللي فما تعميره معناها فهمت شوف ما نحبش نحكي انا تو تعرف اكيد اي ما تعرف تي نعرف بيان سور ما نعرف تي نعرف كل شيء شوف باش نعطيك حاجه لو انا انسان عشت برشا حاجات خايبه عشت برشا تعرضت لبرشا برشا ظلم ونعرف شكون اللي ظلمني شكون ما ظلمنيش فهمتني؟ اما نحبش نحكي الحمد لله معناها لاباس تو انا على روحي فهمتني؟ بديت الكره راجل وكملتها راجل فهمتني؟ اما باش تعرف فما حاجات شوف باش نعطيك حاجه فما حاجات كان عملها مع الزيتوني في الوقت في وقت من الاوقات تراو ما نعرفش راني عندي برشا حاجات وراو عندي راني في بوست معينه في اي بلاصه ما فهمتكش فهمتني؟ شنو من حاجات فسر؟ ايه باش نعطيك حاجه انا جنوبي خويا ولد جنوب انا تربيت في كلنا ولاد تونس تلي كنا ولاد تونس شو باش نعطيك جنوبي اش معناها انا معناها من جيبس معناها جيبسي ابار كيما قلت انت كنا ولاد جنوب كنا كل شيء انا تربيت عند زوز بالرسمي رجال معناها فهمتني بابا وعمي هذوما بالحق ما فماش ما ارجل منهم في العالم فهمتني علموني كيفاش قراوني وعلموني كيفاش نعيش في حياتي هذي فهمتني صحيح فما بريود اللي انا كنت نية برشا وعاقل برشا ونعطي ثقة برشا للعبيد وتليعت منها الحكاية هذيك خلصت بالوقت فهمتني مية تو وليت الحمد لله معناها على الأقل قلنا ملاعبي مسؤول اللي عمر ومدرب شنو بالضبط سمعني شو باش نعطيك حاجة أنتونور جديد ما ينجمش يكون ملاعبي جاي في خاطر في الوقت هذاك باش نحكيو على ليكيب ناسيونال في الوقت اللي جاي فيه لومير ما فما حتى واحد راه عنده كلمه في الـ في الـ في معاه ما فما حتى واحد ما عنده كلمه معناها بهذا معروفه ما كي تقول لي انت يا عمرو نستغرب انا شويه تي وقتها شو باش نعطيك حاجه فما عباد تفضل زيد على عمر يلزم تضرب مع ذاك في جوره ذاك تحكي برشا بالالغاز مش نحكي ما مش نحكي بالالغاز بيقول على الاقل ملاعبي والمسؤول المدرب لا سامحني باش نعطيك حاجه انا علي زيتوني اليوم البوست نتاعي اليوم خدمتي ك اجون ميناجير هكا ولا به اجون والا مثلا مسؤول والا حاجه فهمتني عندي جوار معين اللي انا نشوف فيه يلزم نضرب معاه يلزم معاه باش يكون في ليكيب ناسيونال هكا ولا مو يلزمك ديما الكونكيرون نتاعو فما مصالح نتاع معتبين المدرب والملاعبين نقولوا هكا؟ ليه شو ما نجمش نقول لك انا ما نجمش نحكيك تعرف علاش خاطر ما نجمش نحكي لك خاطر انا وقت في البريود هذيك ما تمتش دعوتي برشا للكيب ناسيونال باش نكون واضح معك انا بعد كوب دافريك 2004 البريود هذيك قبل كوب دافريك تم دعوتي للكيب ناسيونال انا خاطر وقتها شنيا ضعت في الكوب دافريك وبعد هي بعامين ضغط في 2006 في الكوب دو مون كنت عندك مشاكل مع نبيل معلول؟ لا ما عندي حتى مشكلة مع حتى حد بالحق أنا اليوم شكون اللي عندي معاه مشكلة؟ ما عندي حتى مشكلة مع حتى حد أنا تعرف علاش شو أنا جيني اليوم مثلا كأونتونور وإلا باهي نحكيو خاطر في أمور الكرة أونتونور خويا ما تلعبنيش على خاطرني أومباز ولا ما تلعبنيش على خاطرني أنا مضروب يا خويا أنا قبل من عندك أما نبدا نفورم وكل شيء ونقعد نكور وتجي ما تلعبنيش خاطر باش تبجل واحد علي انا ما نقبلهاش هذيك انا خاطر نكور ما نحسبش بالحق ما نحسبش خاطر كان زيد نحسب انا راهو فما برشا حاجات ما 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 ضريتش فيهم كيما مثلا تعرضت لاصابات اللي جرت ما حسبتش قولها معناها فهمتني ما حسبتش معناها فهمتني نجم نكون مثلا نولي انا مثلا خاطر شو باش نعطيك حاجه انا وصلت بريود راني نلعب
ايكيب ناسيونال جونيور ايكيب معنا ايكيب ناسيونال جونيور نلعب ايكيب ناسيونال جونيور نلعب في ايكيب ناسيونال في الاسبيرونس هذوما ثلاثه معناها هذوما كنت ديما ديما عليهم ما نحسبش بايمك بتسميه شخص والله يا شخص بسميك بسميك ما نجمش نسميك بيقول لي على الاقل مدرب لاعب مسؤول شنو مش قول لك ما نجمش نسميك ما تسهليش ما نجمش ما نحب فهم شوف بس عندك حاجه فهم حاجات ما نحبش نحكي بها خليهم ينمو تعدى ديهم باش وقت تو شوف بس نعطيك حاجه الحاجات هذوما تعدي وفاتوا 2004 تو تي عندها تشوف قداش من عام كاين عمل اللي عمل الحاجه باش تكون سبب في مضرة علي زيتوني ولا اي لاعب ربي يخلص